تفتح أبواب السماء، تتوضأ الوجوه بأطهر ثرى على عتبة الأنبياء لتصلي. اليوم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأقصى لا شبيه له في العالم، ولم نجد مكان قريب من الأقصى سوى هذا المكان. السلام عليكم. لأني متألم كثير وأشوف بحزن لأسمع كلمة الأقصى، بحزن عليها كلمة الله أكبر إجلالا لله. هدول الكلمتين ببكوني، بس كل ما بذكرهم حتى ريقي بنشف. في الخلفية أحذية جنود الاحتلال، الجنود أنفسهم المشغولون بقتل الأطفال والنساء والرجال في فلسطين. هي الزيارة المحرمة. سرقوا البلاد، سرقوها. والله أفضل الاثنين، يعني أفضل نخش محرر. فلسطين بلدنا، بلد العرب كلها، نفديها بروحنا. كل مشاكل من إسرائيل. يزورونها، يبكون كالنساء على احتلالها. هم مجرد سياح، سياح بينما مطلوب منهم أن يكونوا فاتحين، فاختاروا أن يتحولوا إلى سياح يسيحون في ذلها، وكأنه لا يهم. يكفي السائح، هذا السائح، أن يبتسم لجمال جدرانها، يكفيه أن يجلس على طاولة خشبية في باحة مقاهيها. مجرد سائح، فقط سائح. طبعا أنا بحبذ إنه القادمين من أي دولة عربية، من أي دولة أجنبية فلسطينية، يزور يقدم إلى القدس بسبب زيارة أهل، زيارة أي يعني إشي متعلق بالأهل. أي فلسطيني واجب وواجب عليه إنه يحضر لأهله لزيارة أهله. أنا فلسطيني، هذا وطن. لأنه يطلب حق العودة في هذا الموضوع. ولكن إحنا لو أي قادم من أي دولة عربية أو أجنبية قدم إلى الأقصى، مليون واحد يومياً شو عمل للأقصى؟ شو عمل للأقصى؟ بدناش نبكي على الأقصى، ما بدنا نزور الأقصى، إحنا بدنا نحرر الأقصى. أرض الإسلام جينا يا غالي علينا، لما ناديتي فينا لبى صلاح الدين. عبد الحميد فداكي، ما فرط ثراكي، وبركتنا مسراكي، يبقى ليوم الدين، يبقى ليوم الدين. سادتنا فلسطين، هي بيضلوا المغتصبين، هي احنا يلي بأراضينا وهم مشددين. هي سادتنا فلسطين، هي بيضلوا المغتصبين، احنا يلي بأراضينا وهم مشددين. في لبنان وسوريا We'll be right back.
هذا يحتاج منهم أن يبذلوا كل ما يملكون من وسائل مشروعة على الصعيد المعنوي، على الصعيد المالي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الشعبي لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك. أي عمل بيقوم فيه إسرائيل اليهود لا نملك إلا الشجب والاستنكار وبعض البيانات وبعض الخطابات. نحن في لجنة فلسطين النيابية بادرنا أن يكون هناك مؤتمر إلى الطريقة، وضعنا فيه عدة توصيات، وكذلك صدر فتوى من بعض علماء المسلمين تندر لها البعض. نحن حين نحترم الفتاوى، فتاوى العلماء العاملين الذين قالوا بعدم جواز زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال، نقول أن زيارة المسجد الأقصى تتم بتأشيرة من سفارة العدو الصهيوني. باعتراف بسيادة العدو الصهيوني على فلسطين، والعدو أكثر ما يسعى إليه هو أن يحصل على اعتراف. حصل على اعتراف رسمي من السلطة الفلسطينية، من الدول العربية التي أقامت علاقات مع العدو الصهيوني، لكنه يعرف أن الاعتراف الرسمي لا قيمة له إذا لم يكن هنالك اعتراف شعبي. أنا أقول يعني من ناحية دينية، وأنا لست يعني خلينا نقول يعني عالم مثل العلماء الذين أتوا، نحن كان لنا جانب السياسة وتحدثنا مع البرلمانيين، يعني بعض يعني التوصيات التي صدرت أنا بقول ممكن تخدم القضية الفلسطينية بشكل عام وتخدم القدس بشكل خاص. هذه إحدى الخدع التي يلجؤون إليها. نحن نريد أن ندعم السياحة يعني في القدس. من الذي يتحكم الآن بمشتريات من يزور القدس؟ من الذي يضمن الآن أن المشتريات ستكون من العرب ومن المسلمين هناك؟ من الذي يضمن أن يكون هؤلاء أحرار في زيارتهم للمسجد الأقصى؟ ثم ما هي المبالغ المتوقعة؟ وهل يمكن فعلاً أن تسهم هذه في دعم صمود المقادسة؟ أنا أقول لهم أيها العرب، أيها المسلمون، زكاة أموالكم، زكاة بتروليكم، زكاة معادنكم، هذا الركاز، هذا حق للأمة، هذا هو الذي يصل. كفالة الأيتام، دعم الأسر من خلال المؤسسات المقدسية التي لها وسائلها ولها طرقها في إيصال المال لمستحقيه. والله العظيم لو الإنسان بعيش مع مأساة الاحتلال كان ما بعرف ليش الناس صامت لهالصمت. مع التأكيد أننا نطمح بأن تصل الأمة المسلمة والعالم العربي إلى حال تلتقي فيه إرادة الحكام مع إرادة العلماء مع إرادة الشعوب في خندق واحد وفي بوصل واحد نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهو الأصل المطلوب حقيقة نحو تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير مأسوف عليه بإذن الله تعالى. أن أقنع العرب والمسلمين والمسيحيين أنه عدم ذهابهم إلى القدس هو يسمح ويساعد على تهويد القدس،
وهذه الفتاوى اللي أصدروها واللي أصدرها الشيخ القرضاوي واللي يقول حرام، لا أدري منين جاب الحرام مع أني أنا مش شيخ وهو العالم العلامة. أنا قدمت له وهو جالس، قدمت له مجموعة من الحجج والأحاديث النبوية التي تؤكد على ضرورة أن تزار القدس، وإذا لم يستطع مش لم يقبل إنسان أن يزورها عليه أن يرسل زيت لها. وقلت لهم الآن وقت الزيت، كلكم عندكم زيت. أيه. فأنا كان فكري أني أدفع الأمة زيت العربية. يعني قصدك النفط ولا الزيت؟ الزيت ولا الزيت الحقيقي. زيت زيتون. أنا بودرد له زيت زيتون. زيت النفط. سيادة الرئيس، تعرف أنا كنت عم بسمع هيدي والدعم المادي. أيه. أنا عم بسمع كنت كلمتك في لزيارة القدس. وحقيقة استفزتني، يعني أنه طب أنا اليوم زينة بحب كثير روح على القدس، ولكن كيف أروح؟ يعني إذا أنت رئيس الفلسطيني كل ما بدك تدخل وتخرج بدك موافقة على الباسبور على جواز السفر. المشاركون في المؤتمر الدولي الأول الطريق إلى القدس الذي نظمته لجنة فلسطين النيابية وجامعة العلوم الإسلامية بالتعاون مع البرلمان العربي وعقد مؤخرا في عمان، أجازوا زيارة المسجد الأقصى المبارك تحت وطأة الاحتلال، وذلك لفئتين من المسلمين في العالم، الفلسطينيون والمسلمون الذين يحملون جنسيات دول بلدان خارج العالم الإسلامي وعددهم 450 مليون مسلم. نحن يعني اتخذنا هذا العنوان لنقول للعالم أن القدس إن شاء الله نحن سائرون في طريقنا إلى القدس. هذا المؤتمر استبعدت فيه الشرائح، مما يؤكد أن المؤتمر كان مؤتمرا انتقائيا، وهذا أمر يعني مؤسف. يعني نحن في حزب إجابة العمل الإسلامي لدينا لجنة مركزية لعلماء الشريعة الإسلامية تضم نخبة من خيرة العلماء، فهؤلاء يعني لم يدعوا إلى المؤتمر. الأمر الثاني، لا أظن مسلما إلا وهو يتوق لزيارة المسجد الأقصى لما يترتب عليه من أجر ومثوبة، لكن هذا ينطبق على الظروف العادية وليس على الظروف الاستثنائية. وأنا أسأل سؤال الآن، هل هنالك زيارة يمكن أن تتم دون موافقة سلطات الاحتلال؟ نحن قرأنا نص تلك الفتوى وتدبرنا في نصها كلمة كلمة، وما نريد أن نؤكد أن الفتاوي كنهج في حياتنا لا يعقل أن تصدر من مؤتمرات عامة، ولا يعقل أن يخوض فيها كل من يحضر هذه المؤتمرات سواء كان من العلماء الثقات أو من شخصيات قد تكون سياسية أو إعلامية. أنا بطلب من كل دولنا العالمية والعربية القادمين يكونوا فاتحين إلى الأقصى، محررين إلى الأقصى، ليسوا زائرين. إحنا بدنا محررين وليس زائرين، لأنه هلأ زرتها مرة مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين ومدى الحي، وبعدين ضل تحت الاحتلال، معناته الأقصى محتل، معناته الأقصى محتل. إحنا نريد تحرير وليس زيارة. الزيارة تكون واجبة على الإلو مريض أهل الفلسطيني، فلسطيني الأصل وين ما كان يكون واجب عليه، لأنه له حق العودة في بلده وفي وطنه. ولو فلسطيني، ولو فلسطيني، ما إلك حدا ما تزور، لأنه زرت مرة ومرتين وعشر وعشرين ثلاثين. هذا الطريق إلى القدس مؤتمر تبنته لجنة فلسطين النيابية، وتم عرضه على جامعة العلوم الإسلامية، والحمد لله يعني عملنا في هذا الموضوع و دعونا يعني علماء مسلمين من شتى أنحاء العالم وكذلك برلمانيين. الطريق إلى القدس أتى بزمن نحن بحاجة إلى أن نذكر العالم بالقدس.
ونتيجة الاستفزازات الإسرائيلية كل حين والآخر تجاه القدس والمقدسات وتجاه الرعاية الأردنية الهاشمية على المقدسات. هناك انتهاكات بين الحين والآخر يقوم بها قطعان من الاحتلال الصهيوني تجاه المقدسات. أتى هذا المؤتمر لنضع العلماء المسلمين والبرلمانيين تجاه مسؤولياتهم أمام شعوبهم تجاه القدس والمقدسات. الجواب بالتأكيد لا. إذا كان سلطات الاحتلال راضية عن هذه الزيارة فما هو هدف سلطات الاحتلال من هذه الزيارة؟ سلطات الاحتلال تمنع أهالي القدس من زيارة المسجد، تمنع أهالي الضفة والقطاع وعرب 48. عجيب إذن السماح لمسلمي العالم وأيضا لمسيحيه بأن يزوروا القدس بينما يحظر هذا الأمر على أهالي فلسطين، أهالي القدس أو للناس يعني بالمسجد الأقصى. إذن أنا أتصور أن التوجه الآن لفتح الطريق لزيارة المسجد الأقصى، زيارة القدس باسم السياحة الدينية، أنا أظن أن هذا ليس بعيدا حقيقة عن التطبيع مع العدو الصهيوني. في تصوري إذا صار عندنا قناعة أننا مطالبون كأمة مسلمة وعالم عربي أن ندعم أهل القدس ماليا، ففي تصوري ليس من المعقول أن نربط أداء هذا الموقف بزيارة بعض مئات أو آلاف إلى القدس والمسجد الأقصى. حملة فتاوى نشرت مؤخرا تطالب العرب والمسلمين لزيارة المسجد الأقصى، ومؤتمرات وندوات تحث العالم العربي والإسلامي على زيارة القدس. ماذا أقول إذا يعني تعطل باب الجهاد وتعطلت الدبلوماسية وتعطلت الأموال العربية وتعطلت الشعوب العربية وتعطلت الجيوش العربية؟ أنا أقول يعني لا شيء يحمي القدس سوى أن نكون نحن داخل القدس ونؤازر أهلنا في القدس. ودعني أقول أن جيوش الأمة العربية كلها لا تستطيع أن تحمي القدس إذا لم نكن مرابطين داخل الأقصى، لأن إسرائيل بغطرستها وبعنجهيتها وبدعم أمريكا لها والفيتو الأمريكي الذي دائما يكون حاضرا في مجلس الأمن وهيئة الأمم يحمي إسرائيل وغطرسة إسرائيل. وبالتالي أنا أقول أن يعني من وجهة نظري شخصيا أن لا حماية للأقصى سوى أن نكون مرابطين داخل المسجد المرواني وداخل قبة الصخرة وداخل المسجد الأقصى الشريف. بصراحة أنا مقدسية، أنا موجودة في داخل بيت المقدس وبرابط مع المرابطين وبشوف كيف الاحتلال وبشوف كذا وبشوف كذا. طفل فلسطيني من داخل القدس بدافع عن مليون برا. طفل 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 كوننا إحنا موجودين، أنه أصلا العالم كله هي موجود، شو عمل للأقصى؟ شو عمل المرابطين القتل والضرب اللي بياكلوا والأطفال الصغار وبنحبسوا بطلبين وحطوا. ينبغي أن يكون هذا موقف يعني العلماء، وألا يتحول العلماء إلى مروضين للشعوب وأن يصبحوا في خدمة السياسة. السياسة ينبغي أن يكون العلم والعلماء يعني موجهين لهذه السياسة. مؤتمر الطريق إلى الأقصى يريد القول للفلسطينيين بعد أن طردتم منها وأنتم أهلها عودوا إليها سياحا، ويقول للمسلمين الآخرين بدلا من أن تأتوا محررين تعالوا إليها مستمتعين بجمال حجارتها وبهاء سمائها، لكن لا تشعروا بالذل والمحتل من يسمح لكم بكل ذلك، لا تشعروا بالإهانة عندما يبتسم لكم من لطخت يديه بدماء أطفالكم ونسائكم بأنه يقول لكم أهلا وسهلا في بلدكم الثاني. نحن مع أن يزور الفلسطينيون في فلسطين كل بقاع فلسطين،
من رفح إلى الناقورة ومن البحر المتوسط إلى نهر الأردن أن يزوروا المسجد الأقصى وأن يعتكفوا في المسجد الأقصى وأن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى، لأن هؤلاء حين يزورون إنما يدافعون عن المسجد الأقصى. أما الذين نستقدمهم باسم السياحة الدينية، من الذي يتحكم بقرار دخولهم على المعابر؟ إنه العدو الصهيوني. من الذي يتحكم بدخولهم إلى المسجد الأقصى؟ إنه العدو الصهيوني. الحديث الآن ألا يتعاملوا مع الصهاينة وأن يكون تعاملهم مع المقدسيين، أنا أعتقد هذا الكلام إنشاء لا يستند إلى الحقائق. الذي يفرض سيطرته الآن على القدس، على الضفة، على كل فلسطين الآن هو العدو الصهيوني، ولن يسمح بمرور ولن يسمح بدخول إلا إذا كان يصب في مصلحة العدو الصهيوني. يقول العلماء أن غاية المؤتمر هو شرعنة ما يسمى بالسياحة الدينية للمقدسات. إن الحصول على تأشيرة من سلطات العدو لزيارة المقدسات هو إعطاء شرعية للاحتلال والاعتراف بدولته المجرمة والخضوع لأنظمتها وقوانينها. لابد من إرجاع الفتوى إلى مصادرها وهي المجالس العلمية. ولذلك نحن نؤكد أن هناك ضرورة أن يرجع بهذه الفتوى إلى المجالس العلمية المعروفة والتي التقت حولها الأمة ووثقت بها كي تقول كلمتها الأخيرة فيها. وقبل ذلك فنحن نتمنى على الجميع ألا يقوموا بالترويج لهذه الفتوى حتى تأخذ مسيرتها الطبيعية في بعدها الشرعي المطلوب. احنا بدنا مساعدات تكون في مثل بقول لك بالعلم والمال يبنوا الناس ملكهم ولا يبنى ملك على جهل وإقلال. احنا بدنا مال يدعم، احنا فكر يدعم، مدارس تدعم، أموال تدعم لمدارس تكون تثقف الفلسطيني وين ما كان وجد، لأنه إحنا مدارسنا كثير صعبة، المنهاج عماله بتغير لمنهاج إسرائيلي، عمالهم بيزرعوا الأفكار في أذهان الطلاب الطالبات الناشئين الصغار ينسوهم القضية الفلسطينية. إحنا بدنا مدارس أوقاف إسلامية تعلم التعليم الشرعي، تعلم قضية فلسطين، ترسخ في داخل القدس. إحنا بدنا، ما بدنا إحنا يعني الإنسان زار، أنا إنسان هينها قاعدة هون قسما بالله ما نمسد وأنا أروح على فلسطين. ليش؟ لأني دمي مغموس فيها، ما بقدر أتركها، ما بقدر، لأني خلص متعلقة فيها تعليق غير شكل، لأنه إحنا مرابطات في الأقصى. نحن مطالبون أن نكون جديين، صادقين مع أنفسنا، مخلصين للقدس والمسجد الأقصى، بمعنى أن نخصص ما يلزم لهما من أموال ولو كانت بالملايين أو بالمليارات لدعمهما، لأن قضية القدس والمسجد الأقصى ليست مجرد قضية عابرة حتى نبذل لها فتات ما نملك من أموال. نحن مطالبون أن نعتبر هذه القضية في سلم أولوياتنا، إذن لتكن في سلم ميزانياتنا، إذن لتكن مدعوم دعم جاد بكل معنى الكلمة. البوابة التي يدخل بها هؤلاء في دعوة المسلمين والعرب إلى زيارة الأقصى شكلها ديني عاطفي، رغم أن مجامع شرعية كبيرة حرمت الزيارة، لكن هذا لا يهم. آخر قلعة من قلاع الأمة هي قلعة العلماء. إذا جاز للسياسيين أن يحبطوا، إذا جاز للعوام أن يحبطوا، لا يجوز للعلماء أن يحبطوا، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وأنا في تقديري حين يلتقي علماء على مشارف المسجد الأقصى من عمان، من عمان البلقاء كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحدثون عن الطريق إلى المسجد الأقصى. الطريق إلى المسجد الأقصى معروف، عبده عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وأحياه من جديد صلاح الدين رضي الله عنه، وسار على الدرب قطز وبيبرس. الطريق إلى المسجد الأقصى كما يفهم العلماء الذين يريدون أن يفهموا أن الطريق قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يعني هناك 250 ألف يعني من أبناء فلسطين داخل القدس، ودعني أقول لك أني أنا التقيت مع طلاب مقدسيين ويعني أخبروني أن الحال سيء جدا خلال الفترة الماضية. وأنا زرت القدس 3 مرات بوفد برلماني، وأقول أن يعني من بين 4 طلاب مقدسيين في 1 إلى 2 أغرقتهم إسرائيل بالمخدرات حتى ينسوا القدس وينسوا فلسطين. نحن نقول أنه يعني إذا استطعنا من خلال السياحة أو من خلال زيارة القدس والمقدسات نعزز صمود أهلنا في القدس وما بقي من صمودهم، لأنه والله هم الآن القابضين على الجمر وبحاجة إلى فزعة وبحاجة إلى وقفة وبحاجة إلى أن نكون على يمينهم وشمالهم وخلفهم وأمامهم. هو يريد من السياحة، يريد من التمريض الناس الذين يذهبون إلى مستشفيات العدو الصهيوني ويرجعون محطمين مدمرين لتتم معالجتهم من جديد هنا في 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 الأردن، فهم يريدون اعتراف من الزوار المسجد الأقصى، من الحجاج المسيحيين، يريدون اعترافا من المرضى الذين يعني يقعون تحت خديعة أن هنالك طب متقدم في الكيان الصهيوني، يريدون اعترافا من التربويين باسم مؤتمرات يعني تربوية، يريدون اعترافا من التجار الذين يعني يستوردون من خلال ميناء حيفا، من الزراع الذين يستوردون بعض البذور والتقاوى. وأنا أقول لهؤلاء جميعا إن التطبيع بكل أشكاله، سواء كان تطبيعا باسم السياحة الدينية أو تطبيعا اقتصاديا أو تطبيعا يعني تكنولوجيا أو تطبيعا أمنيا، كل هذا يصب في خدمة المشروع الصهيوني. أهلنا 48 يعني جزاهم الله كل خير، بيجوا بحملة البيارق بعم، يعني بيجوا بناموا فيه من الفجر، بيجوا بناموا فيه من الفجر. أهل القدس، أهل القدس قسما بالله مش مبالغة، إنه اللي بيبقى أكبر واحد حشاش، تخيل الحشاش لما بس يسمع قول صار إيش بالأقصى بنزل بترك كل الدنيا وبنزل بعرض حاله للمهالك وبعرض حاله الأطفال، النساء، النساء، نساء يعني من 48 من أهل القدس من حامل أقصى هلأ؟ من حامل؟ ولا كان زمان يتهود، لأن التهويد أصلا من وقت ما أقامت هيرسل الدولة الإسرائيلية. هذا انتهاك واضح لحرمة المسجد الأقصى المبارك، هذا انتهاك واضح تأبى كل الشرائع السماوية وكل القوانين الدولية. هذا صارخ على المسجد الأقصى المبارك، تتحمل السلطات الإسرائيلية التي تأمر جنودها بهذا الشكل الفاضح وبهذا الشكل الصارخ، تتحمل مسؤولية كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. إذا كان أهل السياسة يرون أن وضع الأمة لا يسمح بمعركة مفتوحة مع العدو لأسباب سياسية وعسكرية واقتصادية وإقليمية ودولية، ماشي. أما العلماء الذين يعبرون عن ضمير الأمة ينبغي أن يحضوا حرض المؤمنين على القتال. كعزكم كرفعة قدركم قدرا، وما عرفت سماء المجد صبحا كان قبلكم، وأنتم صبحها والنور فيض عيونكم، وأنتم صورة النصر، وأنتم صورة الفجر، وأنتم منتهى الآمال تسعى بين أيديكم، يا الغالبين يا القاهرين يا الظافرين يا الأكرمين.
الأكرمين. أنتم يا رجال الحق. هل يجوز؟ ماذا فعلنا للأقصى؟ وماذا فعلت حكوماتنا غير تشجيعها ورغبتها بتحويلنا إلى مجرد سياح؟ هذا ما سأحدثكم به، ولكن بعد هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. ليش إحنا منأسس شعار لتحرير الأقصى؟ شعار لتحرير الأقصى. إذا هم من هلأ عاملينه في أذهانهم، اليهود عندهم عقيدة، لأني أنا سكنوا عندي 8 سنوات، يا ريت العالم يفهم هذه العقيدة. أنا سكنوا بيت أولادي استولوا عليه وهو كله جاهز، قاموا خربوا منطقة على اليمين خلوها على الإقصارة، ما حدا بيعرف، ولا فلسطيني ولا حاكم ولا عالم في الدنيا بيعرف. لا تكتمل إلا في بناء الهيكل على الأقصى يوميا، كل ما بدخل عبيته بطلع الشقة، كل ما بتطلع عليها لا تكتمل إلا في بناء الهيكل على الأقصى. عقيدة عاملينها. هلأ ليصلوا كانوا عندي يربط إيده وحط العهد يقول شلت إيدي اليمين إذا تخليت عن أورشليم، يعني عن القدس. طيب ليش إحنا بدال ما نعمل هذا الشيء نعمل لتحرير الأقصى، لتحرير القدس؟ إسرائيل هي التي يعني تمنح التأشيرة، وإسرائيل هي التي توافق على ذلك وتمنع ذلك وتدخل ذلك وتحجب عن ذلك. أقول لا حول ولا قوة. الذين يقولون نحن لم نستطع أن نفعل شيء، لماذا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء؟ أنا أعتقد حين يمتلك مجلس النواب إرادته الحقيقية، وحين يكون صاحب القرار كسلطة تشريعية يستطيع أن يلزم الحكومة بمواقف. لا نريد أن نقول اعلنوا الحرب على العدو، قد يكون هذا غير متاح الآن وهو قادم إن شاء الله. بذلك بشرنا الله وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على الأقل ينبغي أن تكون هنالك مواقف على الأقل تجميد العمل بمعاهدة وادي عربة من أجل عبارة في مقالة لوزير خارجية سابق وقامت قيامة العدو الصهيوني، واستدعوا السفير الأردني وقدموا برقية أو يعني مذكرة احتجاج من أجل عبارة ثارت ثائرتهم. كيف لا نغضب من أجل الأقصى، القدس، المقدسات، فلسطين
وشرف الأمة. زلمة مريض يموت بالشارع، مات بالشارع لما زدتوه وأنا زدتوني بالعراء. أنا شو عملت؟ أنا من سنة 70 في بيت ودار حماية من سنة 56، أنا شو سويت؟ لازم العالم يفهم ويفرق بين كلمة إرهاب وكلمة دفاع. الفلسطيني مش إرهابي، الفلسطيني صاحب قضية وصاحب حق وصاحب قوة. ما عساه أن يفعل من يقوم بالسياحة لبضع ساعات للأقصى يحددها له المحتل ويضع برنامجه القتلة، بينما يمنع أبناء فلسطين من الصلاة فيه ويحرم هو كل من دون سن 50 من الوصول للأقصى لأداء العبادة فيه. الأقصى ما بده بكفي الله مباركه من الله سبحانه وتعالى، عرش الرحمن فوقي، بغض النظر إن زاروا حدا أو أقدم عليه إنسان أو أقدمنا أو ما أقدمنا، يعني الوجود الموجود زي ما بقولوها بدنا إحنا إشي يقدم خطوة لقدام. أنا يعني أنا بتأسف إنه كل واحد كيف تفكيره مش يعني لتحرير الأقصى جد، يعني لازم يكون الفكر الأول والوحيد هو لتحرير الأقصى، زي ما بزرعوا العقيدة في أذهان أطفالهم كبارهم وصغارهم، هذا لازم يكون إحنا عنا. العملة بتتعامل عليها فيها الشمعدان على قبة الصخرة. نحن تحدثنا حول هذا السؤال كثيرا، ولازلنا نؤكد أن أهم شيء نحن نطالب به الأمة المسلمة والعالم العربي أن يتعامل الجميع مع قضية القدس والمسجد الأقصى على اعتبار أنها قضيتهم جميعا، هم مطالبون أن ينتصروا لها، مطالبون أن يبذلوا لها الغالي والنفيس، مطالبون أن يجعلوها في سلم أولوياتهم اليومية. مدام أنه يعني الآن أصبحت القضية الفلسطينية آخر أولويات العرب، يعني حاولنا نضع القدس يعني كمان أحد أهداف هذا المؤتمر اللي صار، نضع القدس على سلم الأولويات. نرجع نعيد أنه القضية الفلسطينية هي في وجدان كل عربي، كل مسلم، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشعب الأردني شعب واعي، الشعب الفلسطيني شعب واعي، وأنا أعتقد أنه التطبيع الآن هو تطبيع رسمي وتطبيع من بعض الذين يستغلون العاطفة الدينية عند الناس باسم أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. أنا من وجهة نظري أقول أن يعني إذا كانت زيارات ضمن ضوابط زي ما وضعها العلماء أن تكون ضمن ضوابط محددة، أن لا نتعامل مع العدو، أن لا يعني أن لا نشتري من العدو، أن يعني أن يكون فيها يعني نفع اقتصادي لأبناء القدس، أنا بقول إنها إن شاء الله بتفيد. وأحكيها بصراحة وحكيت على التلفزيون الأردني إنه الجيوش العربية كلها لا تستطيع أن تحمل أقصى من إسرائيل. الذي يستطيع أن يحمل أقصى من إسرائيل النساء، الرجال، الأحرار، الشيوخ، الأطفال الذين يكونوا داخلون يصلون داخل المسجد الأقصى. الطريق إلى القدس ليس سياحة، هذا ما أراه أنا وهذا ما يراه الكثير مثلي. الطريق إلى القدس
لا يأتي بالاستمتاع بمساءات المدينة المقدسة وشرب الأرجيلة في مقاهيها. الطريق إلى القدس جهاد وتعب وعمل، دعم لحركات المقاومة التي تقف شوكة في حلق العدو. أما السياحة الدينية التطبيعية أمر آخر، إذا أراد مواطن أن يقنع نفسه بأمر آخر فليفعل، ولكن قبل أن يفعل عليه أن يسأل قلبه، أن يستفتي نفسه. لازم واجب عليهم تحريرها وليس زيارتها، تحريرها تحريرها. أنا يا عمي بحب كل العالم، سواء فلسطيني أو أردني أو من أي دولة، يطلعنا من دورنا وقت التحرير وإحنا من قاعدة في بيوتنا بعيوننا. هذا يشهد الله واجب علي. إذا بتتحرر فلسطين لكم أخلي بيتي، أطلع من بيتي وقلهم تفضلوا بيتكم، بيتي بيتكم مش بيتي هذا، هذا إلكم أنتوا. إحنا قاعدين أمناء، قاعدين في الأقصى، مش قاعدين إحنا لا، مش قاعدين إحنا عبث، إحنا قاعدين أمناء. ربنا اختارنا بهذا الموقف نكون أمينين عليه، بس نحافظ عليه. نحن نقولها بكل صراحة، إذا كان هناك بعض الدعم السطحي لأهل القدس بما يسمى بالزيارات قد تنعكس أضراره أكثر من فوائده، فلسنا بحاجة إلى هذا الدعم أصلا. لذلك قلتها ولا زلت أقولها، قضية الزيارات بحاجة أن تستوفي بحثها ليس في المؤتمرات وإنما في المجالس الشرعية المشهود لها بالثقة من كل الأمة المسلمة والعالم العربي. يعني كنا في المؤتمر، أحكي لك شيء واحد بدي أقول لكل العالم، لكل الحكام العربية والشعوب العربية وعلماءنا العربية والجميع. حضرنا مؤتمر، كل إنسان أجا في أجمل لباس، كل إنسان قعد يقرر الكلمة اللي بده يحكيها من شان ما يغلط. يا ترى شو هيئنا لسؤال رب العالمين؟ بس بدي أقولهم هذه الكلمة، فبطلبهم يحضروا السؤال لرب العالمين اللي هو الأقصى، اللي هو الأقصى. يجي عمي اللي بده يحج في مكة يجي يقدس حجته بالأقصى ويضل متسهل، مزبوط ولا لا؟ ما منقول لا، يجي يصلي في الأقصى. مش بقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، شد الرحال هو الصلاة، الصلاة وليس زيارة، الصلاة الصلاة الصلاة. يجي بيصلي، اللي بيصلي في مكة بحج في مكة يجي يقدسها في القدس. المقادس اللي حضروا بالمؤتمر يعني كل يعني كل المعنيين بالقدس هم اللي تحدثوا، يعني يعني كل تحدثوا بهذا الموضوع، انه يعني نحن نطلب هذا الكلام ونتمنى هذا الكلام وانا نرجو هذا الكلام. بدي محررين يجونا قادمين زائرين اصحاب حق اصحاب بيوت، محررين بدنا اياهم. احنا اشتقنا، احنا عمالنا من نام ونفكر، يعني كل ما بنبلع ريقنا بنقول ان شاء الله قرب التحرير. الاحتلال الاسرائيلي طوال الوقت لا يزال يحاول ان يظهر وكانه صاحب سياده على القدس والمسجد الاقصى، وكانه الامر والناهي في القدس والمسجد الاقصى، وكانه هو الذي ياذن لمن يشاء دخول المسجد الأقصى ويمنع من يشاء من دخول المسجد الأقصى. هو يريد ذلك حتى يقول فيما بعد أن وضعه أصبح وضع طبيعي شرعي في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ولكن في المقابل نحن لازلنا نحارب هذا التوجه الاحتلالي الإسرائيلي. لازلنا نؤكد أن وجوده وجود احتلالي بلا سيادي بلا شرعية، باطل زائل بإذن الله رب العالمين قريبا. هؤلاء يريدون أن يوصلوا رسالة إلى كل مسلمي العالم، إلى 1.5 مليار من المسلمين من جاكرتا إلى كازابلانكا، بيقول لهم ليش زعلانين أنتم؟ ما في مشكلة، مدام بإمكانكم الآن أن تذهبوا وتزوروا المسجد الأقصى وتصلوا كما تريدون أن تصلوا. هذه عملية خداع، هذه عملية قتل لروح المقاومة ولروح الجهاد في هذه الأمة لتصبح فلسطين خالصة للعدو الصهيوني من دون الناس. ونحن نشهد اليوم كيف أن نتنياهو يتقدم بمشروع قانون للكنيست يعتبر
فلسطين دولة يهودية، وهذا الأمر ينطوي على خطورة بالغة. الاحتلال عنده عقيدة، عنده عقيدة. طب هذا الأقصى عقيدتنا احنا، مش عقيدته هو. ليش هو بحفر الحيطة من شان يضل يتذكر يعبث؟ ما يكتمل إلا في بناء الهيكل على الأقصى، ليصلي شلت إيد اليمين إذا خليت عن أورشليم. إن شرعنة السياحة للقدس مع استمرار الصهاينة بالانتهاكات والتدنيس لحرمة المسجد الأقصى يومياً، والاستمرار بسلب أراضي القدس ومصادرة وبناء المستوطنات والتنكيل والقتل لأهلنا في الضفة، حتى ومنع أهلنا من 48 من الوصول إلى القدس، إنما هو تشجيع لهذا العدو المجرم للاستمرار بسياسته الإجرامية بحق المقدسات وأهلنا في فلسطين. نقول للذين يحبون الأقصى ويحبون القدس ويحبون فلسطين، نقول لهم اهدوا إلى الأقصى زيتا تسرج به قناديل الأقصى. والزيت ليس بالضرورة أن يكون زيتا نباتيا أو من مصدر حيواني، وإنما الزيت هو مادة الحياة لإخواننا في القدس. ارسلوا زكواتكم وتبرعاتكم ودعمكم لإخوانكم في القدس ليبقوا صامدين، وحتى لا يتعرضوا لهدم منازلهم، وحتى لا يتعرضوا للإبعاد عن بيت المقدس التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المرابطين في بيت المقدس. لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. على الأمة المسلمة والعالم العربي أن يتبنوا هذا الموقف الذي من خلاله نواجه الاحتلال الإسرائيلي. ومن هون نقول إن الزيارات إذا تسببت بإحداث خلل في معادلة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي فيجب أن نعيد النظر فيها، ويجب أن يعود البحث فيها إلى المجالس الفقهية الموثوقة التي التفت حولها الأمة المسلمة والعالم العربي. ماذا يمكن أن تقول حجارته لك؟ هل تتوقع أن تسمع كلمة أهلا وسهلا؟ هل ستستمتع بجمال الطبيعة هناك وكأنك في بلد ليس بلدك؟ أنت كما المقدسي، كما الفلسطيني، مطلوب منك كما مطلوب منهم أن تأتي لها لكن عزيزا رغم أنف العدو. السلام عليكم. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي: ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا. تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفل، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما: أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟
أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك.